السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنلعب روبلوكس. في مشكلة حصلت إن هي كنت بصور حلقة بس ما كان فيها صوت، ما كان فيها صوت. فاليوم إن شاء الله يعني ما سوينا شيء كتير، رحنا تسابقنا وسوينا، يعني ما سوينا ولا شيء كتير. فكرني واحدة بس يا جماعة. فهو ده اللي حصل. بس ثانية واحدة، اسف. فاسف بس في بس اشياء بس يعني شخصية. والله والله احنا يعني ما سوينا شيء كثير، يعني سامحوني سامحوني. المشكلة هي بس ان الصوت ما كان باين وانا قاعدة منتج، يعني الصوت ما كان باين. سامحوني بقى اني انا بقطع، سوي سكيب لما اقطع عشان ما اقدر اقطع عشان انا في اللابتوب. فاسمه ايه؟ اسف يا جماعة سامحوني بس اشياء شخصية. فيلا بينا هندخل الريس، بس ناخد استنوا في عالم تاني، في عوالم تاني كان له اشياء. استنوا ندخلها ونشوفها. يا طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نحاول بس ان نحفظ كل ده. سويناها سنو سيتي، في حاجة اسمها سنو سيتي والله ما اعرف. دخلنا يا رب يكون في اشياء اكتر من 600. 800 شوف، في اشياء اكتر من 800 ولا 800 بس؟ لا 800 بس. ايش ذا؟ ايش ذا مرة حلو؟ والله اسف يا جماعة، في اشياء شخصية بس، اشياء شخصية بس. Let's go!
مدينة ثانية أنا. ودي لايك تو أيوة نبغى نبغى طبعا. بس الاشياء الشخصية بس اسف يا جماعة فنروح نشوف العالم الثاني يلا ناخد بس واحدة 600 كده 600 يلا طيب خلاص اسوي ريسز انا بقى وادخل لكانديدا نقفز من هنا شوفوا الحركة دي شوفوا ايوة اقفز فخلاص عدى وقت كتير فهذا كان كل